فلسفة الاعتكاف في شهر رمضان نقف عندها شوية. هل الاعتكاف من السنن؟ وما موقعها من السنن؟ هل السنن واجبة أم سنن؟ لا، هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان، وكان يأتي عندما تأتي العشر الأواخر من شهر رمضان يعتكف ويعتزل أهله ويشد مئزره، كناية على أنه تفرغ للعبادة وتفرغ للطاعة وتفرغ للبر، وكل ذلك إنما يجمعه معنى الاعتكاف، لأن الاعتكاف باعتباره من شروط الصحة أن يكون في المسجد. كونه في المسجد يعني معناها أنه أصبح مؤهلا لأن يجعل الدنيا من خلفه، ويجعل التفكير في أمور الحياة من خلفه، إنما يتفرغ لأمر العبادة فقط. فهذه السنة ورثناها عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زال المسلمون يعتكفون، وما زالت الأمم وكانت الأمم قبلهم أيضا يعتكفون في أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وهذا عن سيدنا إبراهيم عليه السلام. فهي سنة الأنبياء التفرغ للعبادة والانعزال مع النفس في وقت من الأوقات، مطلوب أن الإنسان يعيد ترتيب الحسابات ويستغفر عما مضى، إن كان خيرا فليحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقه للطاعة، وإن كان غير ذلك فليراجع نفسه ويستغفر الله عما مضى، ثم يستقبل زمنا جديدا بروح جديدة متجددة يقبل فيها على الحياة ويقبل فيها على العمران وعلى تنفيذ تكاليف الله سبحانه وتعالى. فالاعتكاف من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شروطه وله ضوابطه، اللي هي أن يكون في المسجد، وله مدة على حسب مذهب المالكية يوم وليلة، وأن يوم يكون وليلة بالصيام. نعم، المالكية يوم وليلة، يكون قاعد في المسجد يوم وليلة. وعلى المذهب بعض العلماء في سعة شوية ومرونة، وده ممكن نعملها، يعني مدام في اختلاف فقهي يبقى لا ينكر هذا الاجتهاد. بعضهم يقول ولو كانت للحظات، ما دمت أن دخلت المسجد بنية الاعتكاف، ولو كان لمدة دقائق أو لمدة الصلاة، بس أنت نويت الاعتكاف، دخلت بنية الاعتكاف، هذا يحقق السنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وده الحقيقة هذا المذهب يدينا مساحة أكبر، بيجعل حتى من لم عمله يعني يمنع من الاعتكاف، بالمعنى إن هو يمكث في المسجد مدة طويلة، لو أنه نوى بناء على هذا الاتجاه الفقهي، لو نوى وهو داخل المسجد نوى اعتكافا، ولو تكررت هذه النية كل وقت، فهو يحقق بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بطبيعة الحال ينبغي في هذه الحالة اتباع الأنظمة المعمول بها في المسائح في مثل هذا الأمر، لأننا نتعبد ربنا سبحانه وتعالى، ومن ضمن عبادتنا المحافظة على النظام، والمحافظة على النظام إنما تكون باتباع القوانين واللوائح التي تصدرها الجهات المعنية لتنظيم أمر الاعتكاف. ولذلك إذا أصدرت وزارة الأوقاف المصرية أوامر بأن يكون الاعتكاف على النحو الفلاني في المساجد الفلانية أو في الوقت الفلاني الذي تحدده الوزارة في المساجد، نلتزم بهذا التحديد، وكذلك ألا يتعارض هذا الاعتكاف مع واجبات أخرى. يعني إذا كنت أنا بشتغل موظف في وظيفة معينة وأريد الاعتكاف، لكن الوظيفة هذه لا تعطيني أجازة، لا يجوز لي أن أترك الوظيفة المحتاجة إلي العمل الواجب لأجل تحقيق سنة هي في رتبة أقل من الواجب بطبيعة الحال. وفي بهذه المنظومة من الشروط والواجبات والأنظمة المعمول بها يتحقق الاعتكاف على نحو هادئ ومريح ومحقق للمصلحة للجميع.